مش فاهم ايه اصرارك انك مش راضي تركبي معايا العربيه اوصلك. معلش يا شريف، عشان كلام الناس نركب الاتوبيس احسن. ناس ايه وكلام ايه؟ انا مش فاهم تقصدي ايه بالظبط. مساء الخير يا شريف بيه، شويه صبري، في كلام مهم بيني وبين نهى عايز اتكلم. انا بس حبيت ابارك لك على العربيه الجديده. طيب من اين لك هذا؟ هذا من فضل ربي اللي اداك الدين يا سيدي. لا ما افتكرش يا صبري، ما افتكرش، لان دي مساله قدرات وما تقدرش تعمل اللي انا بعمله. طبعا اكيد، لان اشرف منك ومش ممكن اعمل زيك. الكلام الفارغ ده ازاي تتجرأ وتقول لي كلام زي ده؟ حاقد يا معقد. انا حاقد ومعقد يا متلوث؟ سكرت امك. امي هي حصلت الاب والام؟ طب تعالى صبري صبري صبري، مش داعي هنفضح قدام الاهل يا جماعه. ايه ده؟ الله، والله لولا هذه الفتاة البريئة المخدوعة لما اصدقت بها من امانة هذا الجامعة. ايها المدعي هتعمل لي فيها هملت. ولا يهمك يا عم صبري، ممكن تجيب عربية احسن منها مليون مرة. عشر، انا هركب عربية ملاكي؟ انا موظف شريف، فاهم يعني ايه موظف شريف؟ يعني كفاح معاناة صمود. انا اتبهدل واتمرمط، ولا اني شاركب عربية من ورا تلتيك الشنط المشبوعة. اي خدمة فنن؟ لو سمحت ممكن تساعدني؟ اساعدك ايه بالظبط؟ العجلة نامت. ماشي نصحيها. بس كده مش هينفع. ليه؟ ما عنديش ستيب. شوف ازاي. طب والعمل ايه بقى؟ ممكن توصلني على سكتك؟ حتى لو مش على سكتي تحت امرك. بس خايفة اعطلك وانت لسه جاي من السفر. لا انا راجع من شغلي. انت بتشتغل طيار؟ لا مأمور. مأمور بوليس؟ لا جمرك. محسوبك شريف، شريف مهران. اهلا. ازيك؟ انت كنت رايح فين يا استاذ شريف؟ قبل انا خلصت ورديتي وقلت انزل اتمشى شويه في البلد واكل لي لقمه. اصل انا كنت بوصف واحده صاحبتي مسافره، وبعدين قلت انزل اتفرج على المحلات واتغدى بره. بس يا خساره عربيتي عطلت. طب وماله عربية حضرتك عطلت؟ عربيتي انا شغاله. اصلي ما اقدرش اظهر معاك في مكان عام لحسن خطيبي شفنا مع بعض. فعلا. طيب ما ناكل فين يعني؟ في اي مكان ما فيهوش ناس. ده يعني قصدك الصحراء مثلا ولا حته مقطوعه ناكل لنا لقمه في خرابه مثلا؟